أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة مع رشا أبو الحسن. النهاردة في برنامجنا هنحاول نوصل رسائل طمأنينة لجميع المواطنين عشان نتكلم بخصوص موضوع بيهم كل الناس. النهاردة كل الشارع بيتكلم فيه، موضوع قانون التصالح. بعد تصريحات السيد رئيس الوزراء بالأمس، النهاردة معانا نخبة من رجال القانون هيتكلموا معانا عن قانون التصالح، ما له وما عليه. يسعدنا أن يكون معانا النهاردة دكتور عزت يوسف المحامي بالنقد، وأستاذ إسلام عراقي المحامي. أهلا بكم يا فندم، نورتونا. اسمحوا لي أن أنا أبدأ سؤالي مع دكتور عزت. هنتكلم معاه، ياريت يا فندم حضرتك تعرفنا إيه هو قانون التصالح، يعني عشان نوصل الفكرة للناس اللي هم البسطاء اللي في الشارع اللي لسه مش قادرين يفهموا يعني إيه. اتفضل يا فندم. هو البداية اللي حضرتك قلتيها سليمة، هو طبعا قانون التصالح حاليا عامل لغط كتير في الشارع المصري. أيوة. ناس كتير قلقانة، ناس ما بتنامش، ناس متخيلة انها بين يوم والتاني هتبقى في الشارع، لأن الفكرة اللي واصلة فكرة غير صحيحة. قانون التصالح أساسه هو تقنين للأوضاع. تقنين الأوضاع يعني كل واحد عنده مخالفة في بيته، مخالفة في مسكنه، القانون بيديله الحق إنه يحول هذه المخالفة إلى وضع قانوني صحيح. أيوه بالفعل. وده بالمناسبة حاجة من الحاجات اللي ناس كتير جدا بتتمناها، ودي هتصب فائدة كبيرة جدا لقطاع كبير جدا من الشعب. قانون التصالح مش جاي عشان يزيل مخالفات بقدر ما جاي يقننها، يعني يحول المخالفة القانونية، الوضع الغير قانوني، الوضع الغير سليم، الوضع اللي انت مش عارف تدخله كهرباء، مش عارف تدخله ميه، مش عارف تسجله شهر عقاري، مش عارف تبيعه، الوضع اللي بيخلي المكان ملوش قيمه يصبح له قيمه. فالفكره الاساسيه اللي مبني عليها قانون التصالح ازاي اني انا اتعامل مع شيء اصبح واقع. الدوله دلوقتي بتتعامل مع الواقع، ودي حاجه طول عمرنا بننادي بيها. بالزبط. ان في نسبه كبيره جدا من المخالفات موجوده في الشارع المصري. بالظبط. نسبه كبيره جدا من العقارات والشقق مبنيه بشكل مخالف وبدون تراخيص. ايه الوضع فيها؟ هتفضل الى اي مدى بدون تقنين؟ هتفضل الى اي مدى من غير كهرباء، من غير ميه، من غير تسجيل؟ ده كمان سبب من الاسباب الكبيره جدا اللي بتدور ان المكان بيتباع مرتين وثلاثه، والحاجه بتتباع وانا مش عارف ابيع وسعرها قليل، مش عارف ادخل كهرباء، والناس كتير جدا عندها مشاكل. هو القانون ده الغرض الرئيسي منه عشان الناس تفهمه، احنا بنحول وضعك الغير قانوني لقانوني. أيوة. احنا بنحول بيتك اللي ما فيهوش كهرباء لكهرباء، اللي ما فيهوش ميه لميه، الحاجه اللي غير قابله للتسجيل انا بسجلها لك، الحاجه اللي ملهاش قيمه انا بعمل لها قيمه. ففكره قانون التصالح لو بصينا لها بشكل قانوني صحيح ودرسنا الموضوع هنلاقي ان هي فكره مطمئنه، بس بشرط نتعامل معاها ازاي. في استخدام صحيح واستخدام غير صحيح، في فكر صحيح غير صحيح. أيوة. انا النهارده عندي عقار مخالف للقانون. أيوة. لو اتبعت الاجراءات القانونيه الصحيحه هحوله الى عقار سليم قانونا، له قيمه ماليه عاليه، هقدر اسجله في الشهر العقاري، همنع اي تلاعب في الاوراق، همنع اي تلاعب على العقار، هدخل فيه كل المرافق. بالزبط. يبقى اذا الناحيه القانونيه السليمه اللي جايه في هذا القانون مفيده جدا للشارع ومفيده جدا للمواطن المصري. استاذ اسلام، يعني ممكن نسال حضرتك مين اللي بينطبق عليه القانون ده؟ بدايه اشكر حضراتكم على اهلا بحضرتك يا فندم، حضرتك نورتنا. واشكر حضراتكم على اختيار موفق للموضوع. هو موضوع التصالح اللي بيشغل الراي العام حاليا، بيشغل شريحه كبيره جدا من المجتمع. بالظبط. واحنا موجودين هنا النهارده عشان نبين الامر وحقيقه الموضوع ونشوف قانون التصالح ما له وما عليه. حضرتك بالنسبه لسؤالك ينطبق على مين ينطبق عليه قانون التصالح، او مين اللي له حق يقدم طلب. أيوة. قانون التصالح. أيوة. هو يبدا من المالك الاساسي للعقار، تمام، شاغل العقار، تمام، المقاول اللي قام بالبناء وتم تحرير المخالفه ضده، يحق له ان هو يحرر يقدم طلب التصالح. احنا بس اللي هنا في كام نقطه اللي هم المقاول او المخالف اللي هو قام بتقديم اللي هو قام بالمخالفه نفسها، او شاغل العقار، او صاحب اللي هو مالك الشقه. في فرق، ان لازم نفرق بين الثلاثه دول، تمام. هو هنا القانون اباح للفئه دي وما اقتصرهاش على المخالف نفسه. أيوه. ما اقتصرهاش على المحضر نفسه، دي توسعه في القانون وليس حصرها
على اللي تم تحرير المخالفه ضده فقط. هو ممكن احنا لسه هنيجي للامر ده بعد كده، ممكن يكون في بعض شبهه عدم دستوريه في هذا الامر، ولكن احنا بنتكلم ان في امور لازم ننظر لها بالايجابيه، وامور هي يعني لا يعني قد تكون هي مش سلبيه، هي في صالح المواطن، ولكن لها بعض امور عايزين احنا نحددها ونتكلم من خلالها. القانون اللي هو المقاول في الاساس ده، لو صاحب السكن او مالك العقار اللي هو اشترى من المقاول او اشترى من المقام بالمخالفه، يحق له ان هو يقدم طلب التصالح. تمام. طيب دلوقتي افترضنا ان هنا دلوقتي مثلا المقاول ما قدمش طلب التصالح، والمخالف اللي هو صاحب العقار نفسه او اللي اشترى من المقاول هو اللي قدم طلب التصالح. تمام. هيتم تقديم طلب التصالح له، ما فيش فيها اي مشكله خالص، ولكن في مشكله هتتبقى ولسه يعني عايز اتكلم فيها باستفاضه بعد كده. ايوه. ان هي المشكلة الأساسية هتظل على من قام بتحرير المحضر ضده في الأساس. أيوة بالظبط. تمام. بس ده ما يعفيش ما يمنعش إن شغل العقار، وزي ما السيد رئيس الوزراء اتكلم امبارح بالظبط في الأمر ده، وقال إن يحق للساكن إن هو يقدم طلب التصالح، ويحق لمالك العقار إن هو يقدم طلب التصالح، ويحق للمخالف الأصلي اللي هو صاحب المخالفة الأصلية تم تحرير المخالفة ضده في الأساس ان هو يقدم طلب التصالح. ايوه. فاستاذن حضرتك معلش يا فندم، معانا اول اتصال النهارده، معانا عمرو من المنصوره. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا والله عايزين يعني احنا ما معناش شروط، احنا بنبني الحكومه بتيجي، احنا عايزين نعيش واحد يكون عايزين يبني، احنا بنيجي نبني الحكومه بتدفع ربنا والسلام. يعني احنا ما بقاش معانا فلوس، احنا بنبني ربنا، احنا بنجيب الفلوس يعني. ايوه. طيب يا فندم شكرا لاتصالك، وهنجاوب على حضرتك. اتفضل يا دكتور معاك. هو وضعنا على المتسائل الكريم في موضوع الازاله والهدم. أيوة. احنا بس عايزين الناس ما تقلقش، ما فيش ازاله بتيجي على عقار مقنن. الازالات بتيجي يا اما على عقار مبني على ارض الدوله، وبالتالي هي مش ارض، دي ارض دوله، او مبني على حرم النيل. ايوه. ما هو ده بقى هيفتح لنا فرصه ان احنا نسال حضرتك ايه هي الحالات اللي محظور فيها اصلا التصالح. تمام. يعني مش هيدفع باي حال من الاحوال ان يكون في تصالح فيه. كلام حضرتك سليم. عشان نفهم الجزئيه ديت نرجع للجزئيه اللي كان اسلام بيتكلم عنها، اللي هي مين اللي هينطبق عليه القانون، اللي هي الاماكن السكنيه. أيوة. الاماكن السكنيه ديت مش جميع الاماكن السكنيه صالحه للتصالح. القانون بيقنن حالات معينه وبيمنع حالات، فاذا كانت هذا العقار مبني على ارض دوله ما فيش تصالح، مبني بالزبط. على خط تنظيم، مبني على شارع. أيوة. او مبني على حقوق اتفاق ما بين جيران، او أيوة. مبني في اراضي حمايه النيل، او مبني على اراضي بتتجاوز حدود الارتفاع وفيها مخالفه خاصه بالدفاع. أيوة. او بالطيران او الاثار بس. أيوة. فانا النهارده عندي عقار مبني في منطقه اثريه، ما اقدرش اقننه. عندي عقار مبني في حرم النيل، ما اقدرش اقننه. عندي عقار مبني على ارض الدوله، القانون بقى حط حاجه جميله قوي، حتى لو انت باني على ارض الدوله انا هقنن لك، بس مش هقدر اقدم طلب تقنين. يعني حتى اراضي الدوله لو انت مقدم طلب تقنين مش هيزيل. أيوة. اذا استثناءات الازاله استثناءات ضيقه جدا، مش اي حد هيزال ارضه، لازم يا اما اثار يا حرم النيل يا ارض دوله وما يكونش مقدم لها تقنين. تمام. واخر حاجه اذا كان في مخالفات لشروط الدفاع المدني، لشروط اسف الطيران او الجيش، يعني النهارده في اماكن معينه دي اماكن استراتيجيه ما ينفعش التعليه زياده عن اللزوم فيها. هنستاذن حضرتك، معانا مداخله يا جماعه. سلمى من الدقهليه، اتفضلي. ساميه. ازيك يا استاذه رشا؟ اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. انا بهنيك على البرنامج بتاعك. ميرسي يا حبيبتي، اتفضلي. انا بهنيك على البرنامج بتاعك الناجح ده. بقول لك كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيبه. يعني من الموافقه ما دام ان شاء الله. اللهم امين، اللهم امين. شكرا، شكرا يا فندم، شكرا على اتصال حضرتك. استاذ اسلام، احنا عايزين نسال حضرتك سؤال مهم.
قانون التصالح أثر على الأحكام أو الدعاوى المتعلقة بالمخالفات، مخالفات عامة يعني؟ طبعاً، ودي من ضمن الميزة، دي يعني ميزة مهمة جداً من مميزات قانون التصالح، واللي كان الدكتور عزت كان يتكلم فيها في بداية السؤال بتاعه، إن فعلاً بيتم في بداية تقديم طلب التصالح، بعد إتمام تقديم طلب التصالح بيتم إعطاء المواطن شهادة يتم تقديمها للمحكمة إذا كانت الدعاوى منظورة، إذا كان في دعاوى منظورة أمام المحاكم، ويتم من خلالها بعد تقديم الدعوة، بعد تقديم الشهادة دي، بيتم وقف الدعوة تعليقيا لحين الفصل في طلب التصالح. أيوة. تمام. طيب إذا دلوقتي لو صدر قرار بقبول التصالح، أيوة، بيتم إصدار حكم المحكمة بإنهاء الدعوة بالتصالح، يعني ما بقاش في أصلا حكم محكمة، يعني ما بقاش أصلا في حكم محكمة متعلق بالمخالفة أو المخالفات اللي تمت على العقار. تمام. وبناء على ذلك في هناك الأحكام والإزالات نفسها، بيتم وقف الإزالات وبيتم وقف تنفيذ وبيتم وقف تنفيذ الأحكام حتى وإن كانت أحكام بيتم تنفيذها حاليا، يعني في ناس صدر ضدها أحكام إما بالغرامة أو الحبس. تمام. بيتم وقف الأحكام ديت، وبيتم وقف الإزالات، وأي أثر يترتب، اي اثر يترتب على الـ على الـ على المخالفه، القانون التصالح ببناء بس مجرد تقديم الطلب، ايوه، بيتم اخذ الشهاده من المكان المختص وتقديمها لاي جهه، سواء جهه التنفيذ او سواء المحكمه، وبناء على ذلك بيكون له اثر على الدعاوى المتعلقه بهذا الامر. ايوه. طيب وجهه نظر حضرتك من الناحيه القانونيه والدستوريه؟ هو بس يعني القانون ده، يعني في بدايه بس الامر، القانون ده جاء للمواطن، ما جاش ضد المواطن، ولكن ما هي دي بقى النقطه اللي احنا حابين نفهمها لكل الناس. يعني ان هو احنا معاكم عشان النهارده اي سؤال ليكم احنا نقدر نجاوب عليه، ان انتوا تقدروا تعرفوا ان اي قانون بيصدر فهو بيصدر في الاول لمصلحه المواطن. احنا ازاي بقى نقدر نوصل لان احنا نفهم ده؟ فاحنا اتفضل حضرتك. هو الموضوع شاغل الناس، هو الموضوع شاغل الناس وشاغل شريحه كبيره. أيوة. جدا من المجتمع، وخصوصا يعني ان اغلب. طب هنستاذن حضرتك معلش، معانا مداخله. احمد من المنيا اتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا كان عندي عقار في المنيا. تمام. ايوه. العقار ده كنت اتصالحت معاه مع المحافظ بتاع المنيا احمد ضياء الدين. تمام. ايوه. ودفعت ساعتها التصالع، جديت التصالع مع المحافظ 30,000 جنيه. ايوه يا فندم. ومعانا وصل بيها كده، احنا ندفع في التصالع الثاني ولا لا؟ اتفضل يا دكتور. طيب ماشي، اتفضل حضرتك الدكتور يجاوب عليك. هو انا عايز اطمنه لحاجتين. واحد، ان هو طالما عمل تصالح فالمبلغ اللي دفعه ده هيتحسب وهيخصم من قيمه التصالح، وممكن يكون المبلغ ده يعني مناسب ليه او اعلى او اقل، دي بيتعمل لها عمليه حسابيه، لكن المبلغ ما يضيعش عليه وبالتالي هيحسب، يعني مش هيدفع تاني. لا. أيوة. النقطه الثانيه بقى كويسه، ان هو زمان حتى لما كان بيعمل التصالح، حتى لما كان بيعمل التصالح، أيوة، هو ما قننش وضع العقار. لا، دلوقتي الجديد بقى ان هو التصالح بتاعه ده هيعتمد. أيوة. والمبلغ بتاعه ده هيعتد بيه، وكمان هيعتبر هذا المكان مقنن وقانوني وكأنه طالع بدون ترخيص من اول لحظه. هو ده الجديد في القانون بقى. ايوه. هنا بقى عايز اوضح نقطه اللي قاله المشاهد الكريم دلوقتي، بيقول ايه؟ بيقول انا من زمان وانا مقدم تصالح، اذا فكره التصالح دي مش فكره جديده. لا، موجوده من زمان. لكن كنا بنتصالح وبندفع فلوس، وكنا بنتصالح وممكن تيجي ازاله، ممكن تصالح وبتيجي مخالفات قانونيه وجنح. النهارده احنا بنقول لا، لما تتصالح لا عندك جنح. أيوة. ولا عندك مخالفه، وكمان تقدر تسجل عقارك، وبديك شهاده عقاريه تثبت ان هذا العقار مقنن وصالح. يعني نقدر نقول ان ده بيحميك. طبعاً. بيحميك كمواطن. احنا لاول مره في مصر هيصدر لكل عقار شهاده عقاريه. أيوة. ورقم قومي زي رقم القومي بتاعي وبتاع البيت. أيوة. احنا بننقل البلد نقله حضاريه بشكل مختلف تماما. كل يعني شقة في مصر. اعتقد يا فندم ان كفايه جدا ان احنا يكون عندنا عشوائيات. ما خلاص بقى. خلاص ما عادش يليق بينا. ما عادش يليق بينا، ما ينفعش. بس هي الفكره الناس مش فاهمه. طيب معلش يا استاذ حضرتك مداخله معانا عبده من سوهاج، اتفضل. الو
الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء النور يا فندم، اتفضل. اتكلم بس على البشوات. اهلا يا فندم. معكم صلاح عبده من محافظه طهاج الدويرات. اهلا يا فندم. مع حضرتك يا باشا، انا معايا حته ارض واخد حكم محكمه وحكم ملكيه. ماشي يا فندم وجماعه وشارك الجماعه بعقد رسمي واخد حكم المحكمه لحد وقت من شهر 3. ما نزلش ولا اي حاجه، الحكم بتاعنا احنا ولا حاجه. الجماعه شاكيننا وانا واخد حكم محكمه وحكم تمليك سعاده الباشا. ايش رايك؟ السؤال. يعني. السؤال. شكرا هو. شكرا ليك يا فندم على اتصالك، هنجاوبك حالا. كلامه ان هو واخد حكم المحكمه، يعني معنى كده ان هو اكيد دفع غرامات او تم، يعني اكيد حكم المحكمه هو اغلب المحاكم اتجاه المحاكم هو اما بالحبس او الغرامه. بس أيوه. اغلب المحاكم أيوه. في موضوع المخالفات البناء بيتم اصدار قرارات احكام بالغرامه. فاللي انا فهمته من كلامه ان هو واخد حكم المحكمه بالغرامه. أيوة. فهو ممكن يكون مثلا دفع غرامه وتم تقسيطها. يعني مثلا احنا نعتبر ان هو لو هل قانون التصالح هياثر على الغرامات ديت اللي هو تم دفعها من قبل ولا لا. يعني هو لو يعني بمعنى ايه فندم؟ يعني هو لو دفع غرامه مثلا 10,000 او 20,000 أيوة. من حكم المحكمه وجديت التصالح وتم تقديم وقدم طلب تصالح لتقنين وضعه القانوني. أيوة. هيتم خصم هذا المبلغ من المبلغ اللي طيب هيتم. كويس جدا، يعني مش بيروح عليه المبلغ ولا حاجه. ايوه محفوظ. المبلغ اي مبلغ اي حد بيدفعه يا جماعه محفوظ باسمه. يعني المبلغ مش هيروح عليه اللي هو دفعه ده، بل بالعكس هيتم خصمه من المبلغ اللي هو بعد انتهاء بعد قبول التصالح، طلب قبول طلب التصالح، هيتم خصم هذا المبلغ اللي هو الدفع كله بكافه الأحكام التي تصادرت ضد هذا المواطن. معانا مداخلة، معانا حسن من المنيا. أهلا بك يا فندم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت، أنا كنت كان عندي بيت وبنيته. ماشي. معلش ممكن الصوت، بس الصوت مش واضح. ألو. أيوة يا فندم اتفضل. لو سمحت. ايوه كان عندي بيت ثانيه جبت قانون. طيب شكرا لحضرتك، بس يعني معلش الصوت مش واصلنا خالص، يعني ممكن حضرتك تتصل بينا تاني. هو طبعا المشكله واضح ان هي بتشغل الجميع. ايوه طبعا اكيد ما حدش فاهم. ايوه هي دي النقطه بقى اللي انا باكد عليها، ان المشكله النهارده ان مفيش حد فاهم، فلازم يحصل وعي، لازم الناس تفهم، لازم الناس تعرف ايه اللي ليها وايه اللي عليها. يعني في جزئيه هقولها لسيادتك، يمكن دي فتره. استاذه حضرتك اتفضل. مداخله معانا سماح من دمياط. احنا النهارده يا جماعه موجودين عشان نجاوب على اسئلتكم. يعني احنا معاكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إيه لو سمحتي انا عايزه استفسر على حاجه عشان انا مش فاهمها بعد اذنك. اتفضلي يا فندم، تحت امرك طبعا، اتفضلي. الامر لله. بقول لحضرتك، هو انا لو عندي حته ارض بس انا بني عليها جدار، بس جدار، هو ده برضو لازم ادفع لها حته ارض؟ ايه مبنيه جدار بس؟ مبنيه جدار يعني سور يعني حيطه؟ يعني حيطه. هو ارض في الارض بس، يعني حوالي طوبتين في الارض بس. في ارض زراعيه ولا ارض زراعيه يا فندم ولا هي طبعا هي ارض زراعيه بس هي ما بتزرعش بقالها سنين. يعني هي زراعيه دخلت الحيز العمراني؟ ما هو معلش عشان اكيد الاجابه هتختلف. ايه بص حضرتك، وانا احنا كنا مبرئينها، يعني انا كنت جايبه محامي وبرئها. جابت محامي وبرئها. نعم براءه. ماشي. بس يعني ايه ارض يعني زراعيه واخده براءة؟ ارض زراعيه واخده يعني براءة عن طريق محامي ولا بورها؟ برأها ولا بورها؟ بورها. مفيش براءة. ما مش عارف. لا مش عارف. الو. ايوه يا سماحه، المحامي اخذ براءة ليها ولا بورها؟ لا اخذ براءة ليها ومشات قانون وبنت الجدار عادي. عارفه حضرتك يعني ايه جدار؟ يعني ما فيش عليه، مش طالع من الدور ولا اي حاجه. لا خلاص ما تقلقيش، طالما خد براءة نظر الامر واتحسم البراءة دي نهائيا. شكرا شكرا ليك يا فندم، هنجاوب على حضرتك. اهو في نقطة، اولا هي ما بنتش بناء كامل، واضح ان هو جدار. جدار. الجدار ده طالما راح محكمة والمحكمة ادت له براءة، ده وضع منتهي. احنا بنتكلم في مخالفات، البراءة معناها ان مفيش مخالفة.
يعني هي بدل بقى حكم المحكمه خلاص. لا هي بره الموضوع ده، احنا بنتكلم في اللي عندهم جنح، اللي لا عندهم ما تلاقيش بقى يا ابني براحتك، ما تلاقيش غرامات احنا بنحل مشاكل. ما هي تبني براحتها برضه في نقطه في نقطه. لا طب استني، ما تبنيش براحتك، تبني براحتها في حاله ان هي يحق لها ان هي اصدرت تراخيص، اما البناء على هذا الوضع لا يحق لها، يعني هيتعمل لها محضر تاني لو بنت. لو بنت لو بنت، بس الوضع الحالي ما تقلق. الوضع الحالي محضر جديد خلاص، بس انا برضه بنتكلم الناس بصراحه. زي ما تبني لو بنت في الوضع الحالي هيتعمل لها محضر تاني. معانا مداخله كمان، محمد من القاهره. ام محمد اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا دلوقتي اكثر شقه مقدرها من وش هو مستلمها 7 دلوقتي رفع. معلش يا فندم الصوت مش واضح، هنستاذن حضرتك بس الصوت مش واضح، ممكن نسمع تاني؟ حاضر. انا قاعده في شقه مقدرها من واحد. من ايه؟ شقه مستلمها من واحد. من واحد ايوه، بياخد مني 1000 جنيه. 1000 جنيه ايجار؟ ايوه. من غير ما اعرف ومن غير ما يقول لي اسمعي، راح رفع عليا قضيه وخد وحسبني بها جلد. قضيه ايه؟ قضيه طرد. طرد؟ تقريبا بتتكلم في موضوع غير اللي احنا من غير ما تعرفي؟ ايوه. من غير ما اعرف. يعني غير ما تعرف راح اشتكاها واخد. تمام. نفذ الحكم ولا لسه؟ لا الجلسه يوم 29. طب العقد بتاع حضرتك يا فندم خلص ولا ساري؟ لا العقد اللي انا كنت مأجرت بيه وباخد مني يصرف بيه خلص. رجع قال لي طيب. انا مشاها في مكان لو انا عارف ان انا بيقول ان لازم مأجرتها تتاخد مني. طب يا فندم مش العقد خلص؟ طب ليه حضرتك ما توصلتيش معاه؟ لان طبعا اكيد حضرتك عارفه ان عقدك هيخلص خلاص، ليه ما توصلتيش معاه؟ تجددي. ما هو يا اما تجددي يا اما هو يقول لك لا مش عاوز. نقطه لو في نقطه ممكن لو العقد فيه بند عشان لو الانسان عرف ان انت عامل لك عقد هيسحبوا مني الشقه. طب العقد بتاع حضرتك مكتوب فيه ان هو يجدد تلقائيا مثلا، يجدد نفسه مثلا؟ هو شطب على الكلمه دي. لا طبعا. لا ازاي ينفع؟ لا هي بتتكلم في جزئيه ثانيه، هي بتقول لك ان بعد انتهاء مده العقد كانت بتدفع الايجار بشكل ودي من غير ما تاخد ايصال. شكرا يا فندم، هنجاوب على حضرتك. يعني هي مأجره شقه ب 1000 جنيه وانتهت العقد خلص، فهو قال لها مثلا يعني بدل ما نعمل عقد ثاني او حاجه هيبقى ودي بينا، ودي كده وهدي. فهي بدات تدفع الايجار ودي، راح هو رفع عليه قضيه طرد. بالظبط. هو رفع قضيه وخدها. ليه؟ لان العقد انتهى. والايصال الايجار الودي ده مفيش ما يثبته للاسف. لكن هي ممكن في الحاله دي ليها سكه ثانيه بقى، ان هي تثبت ان هي وقعت تحت تاثير تدليس، وان هو وتثبت وقعت سداد الايجار. لو قدر تثبت. انا في نقطه بس عايزه اسال حضرتك عليها. حضرتك بتقول اثبات ان هي وقعت تحت التدليس. طب بعد اذن حضرتك، انا طول عمري اعرف ان القانون لا يحمي المغفلين. انا قاعده في شقه، يا معايا عقد يا ما معيش عقد، صح ولا غلط؟ صحيح. طيب. بس هي لو اثبتت ان هي علاقه الايجار فضلت مستمره وكان في سداد ايجار منتظم وقدرت تثبت كده والمحكمه اقتنعت. أيوة. في الحاله دي ممكن يتوقف قرار الطلاق. وافترض ممكن برضه لو في شهود على هذا الامر، ان هي تجيب شهود. يعني تجيب شهود ان هي كانت بتدفع قدامهم، وممكن برضه ما اعتقدش ان هي كده بتدفع قدام حد. لا محدش بيدفع قدام حد يا جماعه. يعني والله هي بعتت. طيب معانا اتصال، معانا مداخله. استاذ امين القرموطي. السلام عليكم يا فندم. اهلا يا فندم منور. رشا هاني ازيك؟ اهلا يا فندم، ازاي حضرتك منور. بحييك على البرنامج وبحييك على الفقرات اللي بتختاريها يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. بحييك على الموضوعات المهمه اللي بتخص المواطن، اللي احنا طبعا طول اليوم وطول الايام وطول الشهر هو حديث الساعه هذا طبعاً. الموضوع طبعا اكيد اكيد. طبعا بحيي ضيوفك الكرام الاستاذ اسلام والدكتور مصطفى. شكرا. وطبعا دكتور عزة على وبنحييهم طبعا على المعلومات القيمه فعلاً اللي اتكلموا فيها. ايوه. طبعا هو احنا بس بنقول يعني الساده المحافظين لطفا بالمواطن. السيد رئيس الجمهوريه طلب بخط البدايه، يعني قال لك خلاص احنا نتعامل من اليوم، بس ما حدش عادي يبني، يعني برضو الساده المحافظين ياخدوا بالهم. ايوه بالظبط. يعني ده ما فيش جديد. من اليوم حاسم القانون ده. ايوه بالظبط. القانون ينفذوه بالظبط. من سيد رئيس الوزراء، انا لطفا بالمواطن البسيط اللي مش قادر، ف
فبرضه الراعي الطبقات المتوسطه واللي تحت المتوسطه والطبقات الفقيره. فعمليه طبعا التصالح، في ناس فعلا مش قادره ان هي النهارده تسد ثمن التصالح. ما علشان كده في دلوقتي مدينا يعني بقى في تقسيط. انا بحيي السيد رئيس مبلغ الجمهورية. التصالح النهارده نقدر نقسطه. انا كنا لسه بحيي السيد رئيس ثلاث سنين ايوه رئيس الوزاره اللي هم بجد التصريح امبارح يعني كان رائع ممتازة. انا شايفه ان هو يعني غير كل حاجه. الناس اللي كانت بتشتكي قبل كده اعتقد ان التصريح امبارح يعني المفروض ان هم بقى يطمنوا. احنا معاكم، احنا السيد رئيس الجمهوريه عينيه على المواطن، والسيد رئيس الوزاره قال تعليمات واضحه لجميع المحافظين ينفذوها. ايوه بالظبط. احنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله احنا كل اللي احنا بنطلبه من المواطن ان يلتزم بالقانون من نتمنى ذلك من البدايه، على اساس ان شاء الله باذن الله مصر لابد النهارده ان موضوع الابنيه وموضوع رخص المباني وموضوع الاسكان، عاوزين احنا النهارده مصر لحد دلوقتي محتاجه فعلا قانون قوي لموضوع المباني. ايوه طبعا ان شاء الله بنحييكم على البرنامج يا فندم. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. بنحييكم على الفقرات اللي بتختاروها. استاذ امين حضرتك نورتنا والله، نورتنا يا فندم. في ليكي وشكرا لكل ضيوفك. شكرا يا فندم. طبعا الصحه والجمال وشكرا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم نورتنا. استاذ امين، يمكن الجزئيه بتاعت رئيس مجلس الوزراء امبارح او الخطاب، هو الحقيقه مش قرار، هما يعني هو الخطاب اللي قاله حاول أيوة يفهم يعني الناس. محتاجين بقى تعليق جميل كده يعني يفهم الناس. امبارح السيد رئيس الوزراء طلع قال تصريح. انا بقى حابه ان احنا يعني نتكلم كده، نعرف المواطن قد ايه بعت امبارح ليك عشانك انت رسائل طمأنينه، يعني اطمن احنا معاك، حتى لو انت في حاجه مضايقاك، حتى لو انت في حاجه حاسس ان هي هتبقى صعبه عليك وصلها لنا واحنا برضو معاك. فممكن حضرتك تشرح لنا يعني احنا هنحل الموضوع الخطاب بتاع امبارح عشان نوصل الرساله بشكل ابسط. وهنقول 1 2 3. رقم 1، هو قال ان اي رسوم مستحقه هتسدد خلال 3 سنوات بدون فوائد. طيب كويس جدا، دي اول جزئيه يبقى احنا تقسيط. 2، معلش يا استاذ حضرتك حسن من المنيه اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش احنا بنعتذر لك لان الصوت للاسف ما كناش سامعينه. اتفضل. لو سمعت انا كنت باني بيت في 2008 واتطبق عليها قانون 119. ايوه طبعا ايوه ماشي. جه المحافظ احمد بن ضياء دفعت له 29,000 جنيه ومعاه عاطين وصل بره. ايوه طب ده نعمل فيه ايه؟ دفع 29,000 وادوا له ايصال في جديد التصالح. جدية تصالح 29,000. جدية تصالح ولا غرامة محكمة؟ يا فندم بس معلش احنا بس عايزين نسأل حضرتك 29,000 ده كان مبلغ جدية تصالح ولا كان مبلغ غرامة؟ معرفش. وساعتها كان لسه 29,000. مش في ايصال مع حضرتك يا فندم؟ ايوه معايا وقت صغير كده من المحافظة. طب كان امتى بالظبط؟ الكلام ده قديم. 2008 2009 كده الساعة الأول قانون 119 صدر عليا. حكم غرامة. حكم محكمة. غرامة. ما يبقى غرامة. لا مش حكم محكمة يا فندم، ده هو في المحافظة اللي خدوها. طب تساؤل حضرتك. يعني السؤال. اتفضل يا فندم. طب نعمل ايه الوقت اللي نعمل تصالح تاني ولا ايه؟ تمام يا فندم، شكرا لاتصال حضرتك. هنقول 1، 1، أي حد عنده مخالفة من 2008 لحد 2017 لازم يقدم. من 2008 ل 2017 يا جماعة لو سمحتوا. سواء أي بقى حد مخالفة من 2008 ل 2017 لازم يقدم. حناية ليك قبل أي حاجة. هيقدم. دفع غرامة قبل كده هتتخصم، ما يقلقش. أيوه. في قضية متداولة هتتوقف. في حكم عليك هيتوقف. أيوه. في قرار إزالة هيتوقف. أيوه. بس لازم تقدم طلب التصالح. يعني أنت بتقدم طلب التصالح؟ عشان تريح دماغك. ايوه تريح دماغك. دفعت جنيه. ايوه بالظبط. متشال، ما تقلقش. هيتخصم فلوسك مضمونه. تمام. أيوة. طيب وبالتالي تساؤل الاستاذ حسن، احنا بنقول له انت هتقدم تصالح. هتقدم تصالح. أيوة. ال 30,000 او 29,000 دفعتهم محسوبين، ما ضاعوش عليك. ايوه بالظبط. وزياده على كده القضيه نفسها اللي عليك هتديه. ايوه تمام. أيوة. طيب نرجع بقى للسيد رئيس مجلس الوزراء امبارح. ايوه نقول يعني باختصار كده نقط الاثار. اول نقطه قال سدد الرسوم هيكون بالتقسيط 3 سنوات وبدون فوائد. نمرة 2،
كان في مشكله في موضوع المستند، ان كل واحد بيقدم طلب تصالح لازم يقدم جميع المستندات للموضوع، ومستندات كتير منها مستندات هندسيه ومستندات عقائيه، فالناس ما كانتش تقدر تقدم مستندات في الفتره، فمد فتره تسليم المستندات 3 شهور. ايوه. النقطه الثالثه، كان زمان بيقولوا عشان تجيب شهاده هندسيه لازم تكون مختومه من النقابه ومن مكتب استشاري. تمام. قال لك بلاش مكتب استشاري عشان التكلفه غاليه. بالزبط. وبلاش النقابه عشان التكلفة. اي مهندس نقابي طالما معتمد في النقابه، اي مهندس نقابي يديك الشهاده احنا هنعتمدها، لان على مسؤوليه المهندس. ايوه، بنسهل الامور. بالظبط. وتفادينا موضوع كلمه مكتب استشاري، لان طبعا تكلفتها عاليه قوي. تكلفتها عاليه على والنقابه، النقابه لما بتعتمد اي شهاده بتاخد تكاليف، لا شيلنا لك ده وشيلنا ده. يعني احنا معاك للاخر عشان تطمئن وتطمن، احنا معاك. ومعاك 3 شهور تقدم مستندات. معاك 3 شهور تقدم مستنداتك كامله. تمام؟ طيب. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك طب انت قدمت تصالح. ايه اللي هيحصل؟ لو عندك قضيه، عندك ازاله، عندك مرافق، كل ده هتحل مشاكلها. المرافق هتجي لك والازاله هتشال. أيوه. والقضايا اللي عليك هتشال. بعد كده قال لك وادينا او ادى قرارات لجميع المحافظين بتخفيض القيم. بالفعل. كل بالفعل. مكان على حسب. أيوة. وفعلا اعتقد اغلب المحافظين دلوقتي طلعوا قرارات، واعتقد بقى في الطريق، لان ده قرار رئيس مجلس الوزراء. ايوه. بعد كده قال حاجه جميله قوي، قال يا جماعه هيطلع لك شهاده عقاريه لكل عقار، وهيطلع له رقم قومي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشقه بتاعتك دي لن يتم التعامل عليها على الاطلاق الا من خلالك. يعني تفادينا مشاكل العقارات والنصب ومشاكل اللي كانت بتحصل والقضايا. كويس جدا. الشهاده العقاريه الرقم القومي ده شهاده ميلاد للشقه. بالظبط. تبيع بيها وتشتري بيها في وقت بسيط، مش هتدخل مشاكل الشقه العقاريه تقعد سنه سنتين تسجل، لا ده انت بالطريقه دي هتسجل في اقل وقت أسهل. ممكن. انا شايف ان ده كده هيسجل الشقه. كده. وكمان قال حاجه، قال يا جماعه طب مين المطالب بالتصالح؟ قال اي حد. ايوه. مالك. شاغل للوحده. اتحاد ملاك، مقاول، مالك للعقار يقدم. يعني مش مشكله مين، اي حد يقدم. المهم العقار. المهم العقار. أيوة. بحافظ لك على قيمه العقار، وبحافظ وبعلي من قيمته، وبوصل لك موافق، وبحوله لك من عقار مخالف الى عقار قانوني سليم 100% زيك زي احسن واحد في البلد. معانا اتصال، معانا مداخله من وليد. وليد من بني سويف، اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا بشكر حضرتك والله على البرنامج بتاع حضرتك. يا فندم ربنا يخلي حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. وبشكر الأستاذ سلام جدا جدا، وبقول له من نجاح لنجاح إن شاء الله. اللهم آمين. إن شاء الله. ربنا يكرمك. ماشي، وشكرا لحضرتك. شكرا. نورتنا يا فندم، نورتنا، اتفضل. شكرا لاتصال حضرتك. وبعد كده قال كل واحد هيقدم طلب التصالح بياخد نموذج اسمه نموذج 3. النموذج 3 ده بيعمل بيه إيه؟ مجرد ما خد نموذج، النموذج ده بياخده هو لسه ما خلصش اجراءات التصالح، لسه ما قدمش كل مستنداته، ومجرد ما خد النموذج بيتم ايقاف جميع القضايا والمحاضر لحين انتهاء التصالح. أي. يعني ما تمش ايقاف القضايا او الجنح او الازالات الا بعد التصالح، لا، ده بيقول لك انت مجرد ما قدمت الطلب واثبتت حسن نيتك، احنا كمان بنديك استماره اسمها استماره 3 قبل ما تخلص التصالح بتاعك، ولسه ما قدمتش مستنداتك، لسه الموضوع في بدايته، هوقف لك كل الاجراءات اللي ضد العقار. لا ازاله ولا جنح ولا محاضر ولا اي نوع يعني من يعني معنى كده ان صاحب العقار في حاله التصالح خلاص كل المخالفات القانونيه خلاص انتهت. تماما. طب كويس جدا، يعني اظن كده يعني الناس تطمن. هنيجي بقى عند الحته الاخيره اللي قلق الناس، موضوع الازالات. عشان الناس تفهم كلمه الازاله، هم 3 حاجات. اي حد باني على ارض الدوله وما قدمش طلب تقنين، يعني لو باني على ارض الدوله. معلش استاذن حضرتك. اتفضلي يا فندم، انا اسف. مداخله معانا اسامه من الفيوم. على فكره مبسوطه جدا والله ان المداخلات ما شاء الله يعني من مختلف محافظات الجمهوريه، بجد ده شيء يعني يبسطني جدا. اهلا يا فندم، اهلا بيك، اتفضل. الو. طيب هو يعني الظاهر التليفون انقطع الاتصال. طب يا ريت يا جماعه، معلش يا ريت حضرتك تتصل بينا تاني. هو صوت التلفزيون اعتقد كان عالي قوي، ممكن توطي صوت التلفزيون بس وتتصل بينا تاني. استاذ اسلام، ممكن نعرف من حضرتك ايه هو الحد الادنى والحد الاقصى لسعر المتر؟ طيب هو حسب القانون وحسب اللائحه التنفيذيه لهذا القانون، تم تحديد سعر الحد الادنى 50 جنيه بحد اقصى 2000 جنيه. يعني اقل حاجه 50 جنيه المتر؟ اقل حاجه 50 جنيه واكتر حاجه 2000 جنيه. جنيه. تمام؟
مين اللي بيحدد؟ بحسب بس، لان هو الامر متاح دلوقتي طبقا للائحه التنفيذيه المحافظين. هو النقطه دلوقتي في ان المحافظين هم اللي في ايديهم تحديد السعر. تحديد السعر بيختلف يعني مثلا من احنا دلوقتي في محافظه وعندنا مدينه او مركز جوه المحافظه دي، هل بيختلف من منطقه لاخرى؟ طبعا بيختلف من منطقه ومن ارض، من يعني على حسب سعر المتر الاصلي اصلا القريه يعني طبعاً. اكيد طبعا في اماكن فيها سعر المتر غالي، في اماكن اقل طبعا طبيعي. القريه بتختلف عن المدينه غير أيوة بالظبط، واللي داخل الحيز العمراني خارج أيوة الحيز العمراني، أيوة. اللي بتتمتع بالكامل المرافق غير اللي ما بتتمتعش يعني. بس في نقطه برضو هنا ان هو يعني نحن في جميع الاحوال مش هنقل عن 50 ولا هنزيد عن 2000 ولا هنزيد عن 2000. بس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها اللي احنا اللي كان الاستاذ امين بيقول يعني في المداخله بتاعته. طب هنستاذن حضرتك، في معانا مداخله طيب. تليفونيه. استاذ حماده، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فندم بنت في 2017. حضرتك منين يا استاذ حماده؟ انا من المنيا يا فندم. اهلا يا فندم، اتفضل. احنا في عزبة تبع المنيا. ايوه. بنيت في 2017 وخدت محضر زراعة في 2018. ايوه. حجم عليها بسنتين و200 الف. سنتين و200 الف. قدمت طلب تصالح، واعطوني نموذج ثلاثة. مهلة سداد. نموذج ثلاثة. يا فندم. اعطوني نموذج ثلاثة. نموذج التصالح. نموذج التصالح ايوه. طيب هو قدمت في المحكمة انا في 2017. يعني حضرتك بنيت في 2017؟ بنيت في اخر 2017. اخر. طيب حضرتك تقدر طيب حضرتك بنيت في اخر 2017؟ طيب وايه اللي تم معاك بعد كده؟ عملت قدمت طلب تصالح، جيب له التصالح ودفعت جديه التصالح. طيب انت خدت غرامات او حاجه؟ اي 200 الف يا فندم وسنتين حبس. طيب وايه اللي تم فيهم دلوقتي من 2017؟ ما اعرفش حاجه. لا ما هو الحكم موجود، ما وجدش الحكم. طيب المحامي قدم الشهاده والحكم ما رضيش يوقف. طيب ده حكم. انت باني على مساحه قد ايه؟ 100 متر يا فندم. 100 متر 2000 وقاعد فيه انا واولاد، يعني احنا قاعدين مقيمين فيه، ما عندناش غيره والله. طيب انت من 2017 لحد دلوقتي انت القضيه راحت خبره؟ القضيه في المحكمه خلاص دخلت التنفيذ، انا وقفت التنفيذ واسمع الكمبيوتر. طيب ده حكم نهائي ولا حكم اول درجه يا فندم؟ لا يا فندم ده استئناف. يعني ده حكم نهائي؟ ده نهائي يا فندم، ده عمل حصر. ايوه نهائي. طيب ده انت كده قانون التصالح هيبقى افيد لك من ال. طيب شكرا لحضرتك. معانا استاذ اسلام هيرد على حضرتك. طيب هو بيقول دلوقتي واخد حبس سنتين وغرامه 200,000 جنيه. أيوة. هو دلوقتي وخوه يعني من عزبه، وبيقول في عزبه يعني من عزبه يعني في بلد يعني زي اهالينا. ايوه. يعني هيكون سعر المتر قليل جدا واقل من الغرامه اللي هو بيتكلم عليها. أيوة خالص. بالزبط. تمام. فيعني هو يقدم طلب التصالح وبس. هو بيتكلم بيقول انا في اخر 2017. احنا في عندي هنا نقطة، لان القانون حددها 2017 ل 22/7/2017، ده اخر تصوير جوي تم. تمام. القانون حدد هنا دلوقتي، القانون التصالح حدد التاريخ ده لان ده اخر تصوير جوي تم، وساب الامر بعد 22/7/2017 عشان لو هو خارج الحيز العمراني، يعني لو المبنى خارج الحيز العمراني بس بيتمتع بكافة المرافق وان هو مهول بالسكان وان هو الارض لو هي على ارض زراعية وفقدت مقاومة الزراعة، يعني الارض خلاص يعني يعتبر دخلت جوه المدن جوه السكن. ايوه تمام. يجوز ان هو تصالح على هذا لان ده نص مستثنى من الـ في هذا القانون. ايوه تمام. معانا مداخله تليفونيه، هنستاذن حضرتك. معانا سعيد من الشرقيه. ايوه. الو. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. الله يخليك. لو سمحت انا بقالي من 2005 دكتور عزت وما عنديش محاضر وما فيش اي اراضي ولا اي حاجه خالص، اعمل ايه؟ ما يقسيش عليك القانون، وضعك خلاص قائم زي ما هو. القانون من 2008 فقط، اللي باني من 2008 ل 2017 هيستفيد. طيب بالقانون.
في سؤال مهم جدا جدا وبجد يعني انا شخصيا اتسالت فيه كتير وطلب مني ان انا اساله لحضرتك. النهارده لو في مبنى كامل فيه بس جزء مخالف، بمعنى يعني مثلا في مبنى تم بناؤه نقول مثلا 2005، جينا بعد كده في دور واحد بس اتبنى 2012، ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ هيتم التصالح على الدور المخالف بس. 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 والتصالح هيحول هذا الدور الى اكنه مبني بدون ترخيص. يعني يا جماعه المبنى اللي فيه دور واحد او دورين فيهم مخالفه احنا بنقدم على الدور التصالح. ده او على الجزء المخالف فقط. بالظبط. وبعد ما بيتم التصالح خلاص. بيتحول الى مبنى مرخص. بيتحول بيكون كله مبنى مرخص. بالظبط كده تمام. طب كويس جدا يعني. انا عايز اقول بقى حضرتك حاجه. طب في نقطه العماره مين اللي بيدفع، صاحب العماره ولا مالك الشقه؟ النقطه دي فيها اشكاليه. المستاجر مثلا دي فيها اشكاليه. هو القانون هنا ما تدخلش في حسم هذا الامر. اصل يعني اللي انا شايفاه ان في ناس كتير بتقول مثلا للي في اصحاب العقارات اللي بيقولوا للي في الشقه لا ادفع انت. بالظبط. وصاحب الشقه بيقول للمالك ادفع انت. بالزبط. هنا القانون قال ايه؟ اذا كان في حد هو المتسبب في المخالفه عليك انك تلجأ للمحكمة. بمعنى يعني انت حضرتك خدت الشقة وواخد الشقة على علم بان فيها مخالفة، ولا واخد الشقة على علم ده بدون مخالفة، ومين القائم بالمخالفة، المالك السابق او المقاول؟ هنا الموضوع بيخرج بره دائرة انا بعمل تصالح عن مخالفة، ماليش دعوة كقانون. أيوة. ماليش دعوة بمن القائم بالمخالفة. طب انت دلوقتي بتتضرر وبتقول لا المخالفة دي تخص مالك، روح اعمل له محضر في الاسم. طب دفعت الفلوس في العقد مش مكتوب دور خامس، يعني مثلا ممكن يقولوا ايه رابع مقرر. تمام. يعني مش خامس. تمام. هي دي بقى بينظر هنا القاضي الجنائي. أي. او القاضي المدني. لو أي. انا بتكلم في مطالب يعني انا دفعت النهارده 50,000. ايوه. وشايف اني انا الفلوس دي انا مش من حق ادفعها، المفروض المالك السابق. تقدر ترفع دعوه ضده قضائيه بالمطالبه بالمبلغ ده على اعتبار ان ده ناتج من اثار عمله. طيب. واني انا دفعته يعني مضطر يعني وارجع عليه بالفلوس. احنا هنعمل كده قبل ما ندفع ولا بعد ما ندفع؟ بعد ما ندفع. بعد ما ندفع. قنن حالك يعني اللي في الشقه هيعمل هيقدم على طلب التصالح. أيوة. وهيدفع. وبعدين بعد كده على حسب الحاله بقى دي بقى، هل انت خدت المكان ده وانت تعلم انه مخالف وخدته بسعر مثلا اقل وانت عارف ومتاكد ان في غرامات صالح. أيوة. وضع، وفي ان انت ما انتش عارف وضع، واذا كنت انت دفعت ممكن ترجع عليه مدنيا وممكن تشتكيه جنائيا وتعمل له محضر، بس في النهايه القانون غير معني بالجزئيه دي. زي ترجع للقانون الجنائي والقانون المدني، لكن أيوة. قانون التصالح بيقول عايز تحول عقارك من عقار مخالف الى عقار مقنن وسليم ادخله ما يفوق واعترف بيه ادفع التصالح. ايوه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، اللي باني من 2005. أيوة. انا قلت له ايه مش هتستفيد. يعني ايه؟ يعني اذا القانون الجديد فايده. أيوة. هو من مصلحته انه يستفيد، من مصلحته يقنن عقاره. طبعا. لكن اهي دي بقى النقطه ان القانون فعلا يعني انا مثلا عارفه ان المكان بتاعي مخالف والنهارده انا جات لي فرصه ان انا يبقى المكان بتاعي مرخص ورسمي، ايه المشكله؟ ايوه. ايه المشكله يا جماعه؟ يعني الموضوع سهل على فكره والله، احنا بس نفهم الدنيا ماشيه ازاي وفي الوقت ده احنا هنقدر ناخد حقنا، لان هو ده حقنا ان حتى لو في مخالفه ايه المشكله ان احنا نشوف ايه الخطوات ونمشي نعمل تصالح، يبقى الدنيا رسمي، يبقى المكان بتاعي مرخص على الاقل، بعد كده يبقى لاولادي انا سايبه حاجه مرخصه، حاجه رسمي ما فيهاش مشاكل. هو انا لازم اسيب لاولادي المشاكل ورايا؟ انا شايفه كده يعني. كلام حضرتك سليم. أيوة. والقانون ده بيلزم الدوله، يعني القانون ده كمان بيلزم الدوله بعدم التعوض للعقارات دي مستقبلا. أيوة. يعني النهارده انت واخد حكم ازاله ممكن ينفذ النهارده، ممكن ينفذ بعد سنه او بعد. أيوة. سنتين. أيوة. هذا قانون ملزم للدوله. أيوة. يعني خلاص طالما انت قننت الدوله هتحميك وتعتبر مرخص ومحدش اقرب ليك. يعني الدوله عملت قانون تصالح، الدوله سهلت لك الاجراءات عشان تبقى مكانك مرخص، الدوله دلوقتي بتخليك تقسط، الدوله بدت لك مهله عشان تكمل ورقك. هو بس في نقطه زعلانين ليه؟ طيب مش فاهم. هي خاصه بسعر المتر. دي بقى اللي احنا عشان خاطر المواطن البسيط. ايوه بالظبط. حضرتك بقى دلوقتي يعني هتتكلم في نقطه مهمه جدا 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 جدا، وانا شخصيا انا ليا راي فيها، اتمنى ان رايي ده يوصل للمسؤولين. هي اتمنى اللائحه التنفيذيه ادت الحريه المطلقه للمحافظين في تقدير سعر المتر. ايوه طبعا اكيد. طيب احنا بس من النظره ديت عشان خاطر اهلنا والناس اللي والناس. أيوة. يعني اللي بنى بيت ده، ما هو انا مش هاجي بعد 10 سنين اقول له هد بيتك او انا هزلك بيتك. لا. أيوة. هو ما تخافش. أيوة. مش البيت مش هيتزال والبيت مش هيتهد.
بس في نقطة، أنا دلوقتي بديك رخصة قانونية أي. تبقى معاك إن العقار يصبح قانوني ورسمي، إن أنت تقدر تستخدمه وتقدم على كافة المرافق فيه أي. تمام، وإن ما فيش أي موظف يجي يعترض لك ويقول لك أنت موصل مخالف، أو إن أنت عقارك مخالف، أو إن أنت عايش طول الفترة مهدد بالإزالة، أو أي. إن أنت ويبقى أثر. يعني حتى في أغلب الأحكام، أغلب الأحكام القضائية إن بيتم بي 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 بيتم المخالفة، يعني بياخد الغرامة ويبقى الإزالة أي. عشان بس الناس تبقى واخدة بالها في نقطة، إن في الأحكام حتى في الأحكام القضائية أي. اللي أمام منظورة اللي اتنظرت أمام المحاكم واللي اندفع فيها غرامات تمام، بياخد الشق اللي هو وقف تنفيذ العقوبة اللي هي الحبس أي. وتأييد الغرامة ويتبقى الإزالة. فأنت الآن أنت يعني القانون ده جايلك عشان خاطر، عشانك أنت أيوه بالظبط تمام. بس هي النقطة الأساسية اللي احنا بنتكلم فيها، إن المحافظين رجاء يعني إن المحافظين يراعوا النقطة ديت لأجل المواطن أيوه. اللي هو يعني احنا مش هنقول إن هو يعني ارتكب جريمة، هو ما ارتكبش جريمة أيوه. هي أيوه. قام بمخالفة تمام، قام أيوه. بمخالفة والقانون جاب يصححها أيوه. القانون ده جاب يصححها. احنا طبعا عشنا فترة طويلة جدا من بالزبط. بعد 25 يناير في الفترة ديت، خدنا فترة ديت حصل فيها كمية مباني عشوائية يعني ما حدش يتخيلها. يعني انا عايز اقول لحضرتك تعليقا على الكلمة دي بالذات، صدقوني يا جماعة اللي هيفكر يسافر ويقعد في طيارة ويبص على مصر بس كده من الطيارة، صدقوني الشكل مش حلو. احنا النهاردة بنتكلم في 3 مليون عقار مخالف، شكل العشوائيات من فوق وحش جدا تمام. وده مش يعني معناه تحت اسوأ، وده مش برضه وده مش معناه ان احنا ضد 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 اهالينا اللي في احنا مش ضد اهالينا في القرى. لا 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 لا, لا, لا بالعكس، واللي هو يعني, يعني عاش حياته لا خالص يعني زي ما خالص بقول طفح الكيل عشان خاطر يبني أيوة البيت ده، احنا أيوة مش ضده اطلاقا لا لا اطلاقا. يعني احنا بنقول ان انت جالك قانون، هو في ممكن يكون في مغالاه شويه في الاسعار، ده النقطه اللي احنا على ثقه تم تم جدا 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 باي قرار يصدر من الدوله تمام. احنا عارفين الدوله في الاول وفي الاخر بتطور على مصلحه المواطن، من السلطه المحافظين ان يراعوا يعني ان هم يراعوا انا اتمنى اتمنى الاسعار اللي هي تتناسب مع المواطن. لا وفي نداء كمان، يعني انا شخصيا اتمنى ان هو يوصل للمسؤولين، لو في مقدره ان في فئه معينه من الناس، خلينا نقول مثلا مثلا يعني زي اللي بتعالجوا على نفقه الدوله، اللي ليهم مثلا في التموين، اللي حالتهم ضائقة جدا، الناس اللي بياخدوا معاش زي تكافل وكرامة، أتمنى من المسؤولين إن يكون في نظرة للناس دي. الناس دي أرجو إن ما يتعاملوش بمعاملة حد تاني، لأن بما إن يعني الدولة تكفلت بيهم علاج، تكفلت بيهم تعليم، تكفلت بيهم حاجات كتير، نتمنى إن هم يكون لهم معاملة من نوع خاص في قانون التصالح، وهو ده عشمي عشمي في المسؤولين وعشمي في القيادة الحكيمة وعشمي في كل اللي النهاردة بينزل بقرار أو تصريح خاص بقانون التصالح. نرجو أن يكون في نظرة رأفة ورحمة للجزء ده من الناس، خصوصا أن هم في حصر بيهم أيوه. يعني هم معروفين لدوزات التضامن معروفين بالتالي أي حد لو جاب شهادة تثبت أنه متعسر نقدر أن احنا نديله. مش معنى أنه هو بنى بيت يعني يبقى هو كده يعني معاه مليارات، هو لا معاه مليارات أيوه ولا لا لا خالص خالص، هو في ناس يعني فعلا يكون أيوه. قضى يعني حياته كلها عشان يبني البيت ده ايوه بالظبط، عاش حياته كلها يجمع وبما ان وبما ان المعلومات عنهم اصلا احنا عارفينها سواء من وزاره التضامن او غيره او وزاره الصحه، نتمنى ان هم بس يكون في نظره رأفه ليه. احنا النهارده يا جماعه يعني انا كنت سعيده جدا بالموضوع لان هو يعني خاص بكل الناس، كل الناس بتتكلم فيه النهارده. يعني بشكر جدا 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 دكتور عزت يوسف محامي بالنقد واستاذ اسلام عراقي المحامي، بشكركم على وجودكم معنا، وإن شاء الله إن شاء الله نكون مع بعض في حلقة قادمة لمناقشة أهم ما يخص الشارع المصري، وهو ده أكيد اللي احنا بنيجي عشان أنتوا نكون في ضيافتكم الساعة دي عشان نناقش كل اللي بيخصكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.